مرحبا شباب، يعطيكم العافية. فز معكم هون. لاحظت إنه في على يوتيوب كتير أغاني لأمينيم مترجمة بالعربي، بس الصراحة الترجمة ما بتعطي المعنى تبع الأغنية الأصلي، فقررت أعمل شانل نمشي فيها على أغاني أمينيم، نحاول نفسرها، نشوف ليش أمينيم يعتبر من أكبر العباقر بعالم الراب. هلأ عشان ناخد شوية فكرة عن أمينيم كشخص، هو كبر ب منزل كان فيه كثير مشاكل. أمه كانت عندها إدمان على أدوية ومخدرات، كانت تعطيه هو مخدرات وهو صغير على عشان ينام. أبوه طبعا ما كان موجود، تركه هو عمره كثير صغير بالعمر. كبر بمنطقة اللي هي تريلر بارك، اللي هي بتعيش فيها الناس الفقراء. كبر مع السود اللي بديترويت. كانت أمه عندها كثير مشاكل نفسية، وما كبر هو ببيئة صحية. خلينا نحكي، كان ينقل كثير، كل 3 أشهر يغير مدرسة. كان بالمدرسة يعذبوه يضربوه، حتى كانوا يشخوا عليه مرات. بعدين لما كبر شوي صاحب كيم، اللي هي أم هيلي بنته، جوزها بعد فترة، بس كانت تغش عليه كثير، كانت كثير تعمل له مشاكل. بشكل عام هو كبر بالتسعينات، اللي هي لما كان الهيب هوب بلش يصير شوي مين ستريم. وطبعا هو الوحيد الابيض كان بكل عالم الهيب هوب. ونزل اول البوم له اسمه سليم شيلي ال بي ب 1999، وكان يعني من اكبر الالبومات بالعالم من ناحيه الهيب هوب، وانشهر كثير فجاه. وطبعا معروف امينيم، كلامه، طبيعه حكيه، طبيعه الاغاني اللي بيكتبها، فيها كثير مسبات وفيها كثير كلام الناس بتخاف منها او ما بتعجبه. ف بدنا نمسك اغنيه اليوم له اسمها هونيو. هاي الاغنيه طلعت من الالبوم الثاني مارشال ماذرز ال بي، والغنية بتحكي عن كيف هو إجا من بيئة سيئة وما كانش عارف إنه فجأة رح يصير كتير مشهور ورح يصير معه كتير مصاري، واكتشف إنه الكلام اللي بيحكيه بالأغاني الناس عم تسمعه وعم بترد عليه. وطبعا هذا سبب كتير مشاكل، لأنه الفئة، أكبر فئة اللي كانت تسمع أغانيه هي الأولاد الصغار اللي أعمارهم 12 13 14 بالمدرسة. كتير حبوا أغانيه. طبعا طبيعة الكلام اللي هو بيحكيه الأهالي ما عجبها، بشكل عام يعني كان يسبب كلام وكان يسبب مشاكل كتير. فعمل أغنية اسمها Who Knew، يعني مين كان بيعرف. بتحكي عن كيف هو ما كان متوقع إنه الناس تحب أغانيه لهالدرجة، وكيف فجأة صار مليونير، وكيف فجأة اكتشف انه كلامه عم بيأثر على الناس، والناس عم تاخذ كلامه بجدية، وعم يعني راحت فيها لأبعاد كثير هو ما توقعها. فأجين لا تمشي على هالغنية، رح نفسرها، رح اعمل بوز كثير عشان نعرف نفسر ونترجم الأغاني ونعملها بريك داون، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. ليتس جو. بقول لك I never knew. I never knew. I never knew. أنا ما كنتش عارف. بقول لك أنا طلعت بألبوم، بعت a couple of million records أيام السيديات، بعت مليونين سي دي، and these motherfuckers hit the ceiling. الناس انجنت انه مين هاد؟ اول اشي واحد ابيض طالع بكلام رديء وندل وعم ببيع كتير وعم بيسبب مشاكل، بس هو ما كانش عارف انه هيك رح يصير. I don't do black music, I don't do white music, I make fight music for high school kids. Put lives at risk when I drive like this, I put lives at risk with a knife like this. Like, I don't do black music, I don't do white music. انا لا بعمل الموسيقى تحت السود ولا بعمل الموسيقى تاعت البيض. كثير ناس بتحكي انه اول اشي انت ابيض، فانت شو الك دخل بعالم الراب والهيب هوب؟ هو العالم السود. بعدين هو اصلا انشهر لانه ابيض،
فصار يقول لك طيب بس اوكي انا ما انشهرت لاني ابيض، انا انشهرت لاني شاطر. يعني بيقول لك I put lives at risk when I drive like this. I put wives at risk with a knife like this. هون بس عم بيحاول يفرجيك قديش هو مجنون، قديش كلامه عم بيأثر بالناس. بس بحكي لك أنا I put lives at risk when I drive like this، يعني أنا بحط حياة الناس بخطر لما أسوق زي المجنون. I put wives at risk with a knife like this. أنا بحط حياة مرتك أنت بخطر بالسكينة هاي. فهو بس بيحكي كلام بس عشان الناس بلشت ترد عليه، فقال لك يلا خلينا أحكي كلام غريب، كلام الناس ما رح يجيبها، عشان نكشة مخ بس عشان مجاكرة. Knife like this. You probably think I'm in your tape deck now. I'm in the back seat of your truck with duct tape stretched out. Duck the fuck way down, waiting to straight jump out. Put it over your mouth and grab you by the face. What now? Like you think I'm in your tape deck now. Shit, you probably think I'm in your tape deck now. يقول لك انت مفكرني انا بالتيب تاك اللي هي الكاسيت. زمان كان في ستيريو بتحط فيه الكاسيت. هو عم بيقول لك انت مفكرني انا بالكاسيت بالستيريو عندك بالبيت؟ لا، انا I'm in the back seat of your truck. انا متخبي بالبيك اب تبعك ورا ومعي دكتيب اللي هو اللزاق. فانا متخبي بالتراك بالبيك اب عندك ورا ومعي لزاق وتسترتشت اوت جاهز. Tape stretched out. Duck the fuck way down. Waiting to straight jump out. Put it over your mouth and grab you by the face. What? فبيقول لك أنا بالبيك اب معي لزة متخبي ورا وعم بستنى أطلع وأحط التيب على وجهك وألزقه. What now? بس كلام عشان يخليك تنجن، عشان يخلي الناس ما تحبه، عشان يعمل مشاكل بالمجتمع. هو اكتشف انه كلامه بيخليه يبيع اكثر، فهو قال لك يلا خليني احكي شغلات بتخلي الناس تكون متضايقه مني. You want me to watch my mouth? بالانجليزي لما انت تحكي مثلا شيء سيء او تسب او تحكي كلام رديء يقول لك hey watch your mouth، يعني دير بالك من الكلام اللي بيطلع منك. هو بيقول لك what you want me to watch my mouth، يعني اطلع على تمي كيف؟ take my fucking eyeballs out and turn them around، يعني أشيل عيني من راسي وألفهم عشان أخليهم يطلعوا على تمي. شوف كيف طريقة اللي بركب فيها الكلام كتير غير عن كل الرابرز اللي موجودين. I'll burn your fucking house down, circle around and hit the hydrant so you can't put your burning furniture out. أقول لك إيش؟ رح أحرق لك بيتك، رح أولع بيتك نار، رح ألف حواليه دائرة، بعدين اروح ايش؟ اروح اشيل الهايدرنت، الفاير هايدرنت اللي هي اللي بتيجي الاطفاء بتشبك فيها عشان ترش البيت بالمي وتطفي النار. فبقول لك راح احرق البيت، راح الف حواليه، بعدين راح اجي اكسر الهايدرنت عشان ما تقدر انت تطفي بيتك من النار. بس هيك كمان مره خريانه يعني. I'm sorry there must be a mix up. You want me to fix up lyrics while the president gets his dick. I'm sorry there must be a mix up. انا sorry شكله في مشكله، شكله في سوء تفاهم. بدك ياني انا اضبط الكلام والليركس اللي بحكيها وبنفس الوقت البريزيدنت عم في وحده عم بتمص له؟ طبعا هو عم بيحكي هون عن بيل كلينتون اللي ايام لما كان هو رئيس الامريكي طلعت عليه قصه كثير كبيره انه كان في وحده اسمها مونيكا لوينسكي عم تعمل له شغلات من اللي بالي بالك بالمكتب تبع الرئيس الامريكي، يعني بالبريزيدنشال بالوايت هاوس. فبقول لك استنى شوي، في سوء تفاهم. بدك يعني انا ادير بالي من الكلام اللي بحكيه بالاغاني بس بنفس الوقت الرئيس تبعنا قاعد في وحده قاعده عم بتمص له بالبيت الابيض؟ كيف يعني؟ في شيء غلط. That take drugs, rape sluts, make fun of gay clubs, men who wear makeup, get away, wake up, get a sense of humor. فبقول لك fuck that. بدك يعني أنا أصلح الليركس تاعتي؟ fuck that. Take drugs, خود مخدرات, rape sluts, اختصب بنات, make fun of gay clubs, تخوت على المثليين وتخوت على اللوايطة, men who wear makeup, تخوت على الناس اللي على الشباب اللي بتحط makeup, get away, wake up. صحصح شوي، get a sense of humor.
خلي يكون عندك شوية رفاهية بحياتك. ليش كتير انت جدي؟ Sense of humor. We're trying to send some music. This is for your kids' music. But don't blame me when little Eric jumps off of the terrace. You should have been watching him. Apparently, you ain't. So quit trying to censor music. كتير حاولوا إنه to cancel Eminem. بدهم يكنسلوه. بدهم يعملوا له censorship. بدهم أي إشي أي كلام رديء بأغانيه بدهم يشيلوه. فهو بيقول لهم quit trying to censor music. يعني ليش بدكم تضلكم انتم تكنسلوا الاغاني اللي انا بطلعها؟ This is for your kids amusement. اولادكم يا ناس اللي عم تحاولوا تكنسلوا اغانيه، اولادكم عم بسمعوني وعم بيحبوا الكلام اللي انا بحكيه. فانتوا ليش عم تحاولوا تكنسلوني؟ Don't blame me when little Eric jumps off the terrace. Apparently you should have been watching him. Apparently you weren't parents. بقول لك انا شو دخلني اذا انت ابنك Eric راح نط من البرنده؟ انا شو دخلني؟ كان لازم مش انت اهله؟ كان لازم انت تكون حاط عينك عليه. اذا هو اذا انا حكيت له يروح ينط من البرنده وراح نط، انا شو دخلني؟ مش انت ابوه وامه؟ مش انتوا لازم تخلوا عينكم عليه؟ ليش عم تجوني انا بس عم بحكي اللي في بالي، عم بحكي كلام. انا امريكي عايش بامريكا، عندي الحق والحريه بالكلام، انا بس عم بحكي. انتوا رديتوا علي، انا شو دخلني؟ I never knew why, knew I would get this big. I never knew why, knew I'd affect this kid. I never knew why, get him to slit his wrist. I never knew why, get him to hit this bitch. Because I never knew why. أنا ما كنتش أعرف. I never knew I would get this big. كنتش أعرف إني رح أصير هالقد artist ورابر مهم. I never knew I'd affect this kid. ما كنتش أعرف إنه كلامي رح يأثر على الأولاد الصغار. I never knew I'd get him to slit his wrist. كنتش عارف انه لو قلت لولد صغير عمره 13 سنه روح اجرح حالك من هون راح يروح يجرح حاله من هون، انا ما كنتش اعرف، شو بعرفني؟ لو رحت قلت له اضرب هاي البنت، ليش تضربها؟ انا شو دخلني؟ I never knew. So who's bringing the guns in this country? I couldn't sneak a plastic pellet gun through customs over in London. فبقول لك اوكي، مين اللي عم بجيب الأسلحة على أمريكا؟ أنا لما كنت بلندن حاولت أدخل بيبي جن صغير معمول من بلاستيك وما قدرت. Last week I seen the Schwarzenegger movie where he's shooting all sorts of these motherfuckers with a. فالأسبوع الماضي كنت عم بحضر فيلم لأرنولد شوارزنيجر ماسك أوزي وعم بتخطخ كل حدا. I see these three little kids up in the front row screaming go with the 17-year-old uncle. فوأنا قاعد بالسينما بحضر الفيلم تبع أرنولد شوارزنيجر بطلع قدام بلاقي ثلاث أولاد صغار قاعدين مع عمهم اللي عمره 17 سنة. They're screaming go يعني إنه go go. بيحضروا الفيلم وأرنولد عم بيطخ الناس والأولاد قاعدين بيحضروا أرنولد شوارزنيجر هو عم بيطخطخ بالناس ومكيفين مبسوطين. I'm like Diggins. Ain't they got the same moms and dads who got mad when I asked if they like violence? بيقول لك اوكي. I'm like Guidance. طب اوكي. كيف انت بتخلي اولادك يروحوا يحضروا فيلم كله طخطخة وقتل؟ وبعدين لما انا اجي اقول لكم تيجوا بتلوموني انا بعدين لما تسمعوا الموسيقى تبعتي. طب اوكي. لما ولد صغير بامريكا يروح على المدرسة معاه فرد ويروح يطخطخ الطلاب والاساتذة، ليش بتلوموني انا؟ ما انت عم بتخلي ابنك واصحابه يروحوا على السينما ويحضروا ارنولد شوارزنيجر وهو قاعد بتخطخ ناس بيؤذي، فانا ما دخلني. فعم تحكي انه انا ماي تيب اللي هو التيب الكاسيت ايامها زمان كان كاسيت، بقول لك عم بتقولوا انه انا التيب تبعي انا علم اولادكم تسب؟ طيب اوكي. طب بنتك الصغيره اللي عمرها 12 سنه اللي بتخليها تحط ميك اب، شو الوضع هون؟ يعني عم تحكوا اشي وبتعملوا اشي ثاني. So tell me that your son doesn't know any cuss words when his bus driver screaming at him fucking him up words. فبتحكي ليش انه ابنك الصغير بيعرفش يسب وبيعرفش يطعن لما اصلا الشوفير الباص تبعه لما يجي ياخده بسب قدامه اصلا؟
يعني انا لما كان عمري 12 سنه كنت اعرف اسب، فليش تيجي تحكي انه الموسيقى تبعتي انا خلت اولادك تعرف تسب؟ انا شو دخلني ابنك بيعرف يسب قبل ما يسمع الموسيقى تبعتي؟ فلا تيجي تلومني انا. And fuck was the first word I ever learned up in the third grade, flipping the gym teacher the bird. Fuck was the first word I ever learned. وبتخوت بقول لك كلمة fuck كانت أول كلمة أنا أصلاً تعلمتها. Up in the third grade, بالصف الثالث, flipping the gym teacher the bird. This is the bird. لما تحكي I'm flipping the bird, I'm بعمل هيك. فأنا بصف ثالث تعلمت كلمة fuck وأنا عم بعمل هيك للجيم تيتشر لأستاذ الرياضة. بقول له So read up about how I used to get beat up, peed on, be on free lunch, and change school every 3 months. بقول لك اقرأ، اقرأ عني، اقرأ كيف كانوا يضربوني، كانوا يشخوا علي وياخذوا أكلي، كنت أغير مدرسة كل 3 أشهر. اقرأ عن عن التاريخ تبعي. My life's like kind of what my wife's like. What? Fucked up after I beat her fucking ass every night. Ike. فأنا حياتي my life's like kind of what my wife's like. يعني حياتي هي زي مرتي، ماكلي خرا زي ما انا بضربها كل ليله. اجين عم بيرجع هو هون بيحكي لك، بفرجيك قديش كلامه رديء. بقول لك انا مخي متفجر، انا مجنون، انا مجنون، ما تنسى اني انا مجنون. How much easier would life be if 19 million motherfuckers grew to be just like me. بقول لك قديش الحياه بتكون اسهل لو 19 مليون واحد من هدول الأولاد صغار كبروا وصاروا زي، تصير الحياة أسهل، صح ولا لا؟ كمان مرة أقول لك I never knew I'd have a new house or a new car. كنتش أعرف إنه رح يصير عندي بيت جديد وسيارة جديدة. A couple of years ago I was more poor than you are. أنا قبل سنتين كنت فقير أكتر منك. فأنا كنتش عارف إنه فجأة رح يصير عندي بيت وسيارة ومصاري. I don't got that bad of a mouth, do I? Fuck shit ass bitch cunt stupid to do I? بقول لك I don't got that bad of a mouth, do I? يعني مش هلدي أنا تمي وكلامي رديء، صح؟ Fuck shit ass bitch cunt stupid to do I? فبتخوت بقول لك يعني بس أنا يلا يا عادي، يعني مش هلدي كلامي سيء. Fuck bitch cunt ass. بتخوت كمان مرة، عم بفرجيك قديش هو بس مجنون وبيحكي هذا الكلام بس عشان يبعصك، بس عشان يضايقك، بس عشان يسبب مشاكل. قاعد بتسلى يعني. هون كريستوفر ريف هو امينيم عنده اوبسيشن بكريستوفر ريف. كريستوفر ريف هو الممثل اللي كان يلعب دور سوبرمان بالافلام. ف امينيم عنده هوس هو بالكوميك بوكس وبالسوبر هيروز وبالشغلات هاي زي الافنجرز وزي باتمان وسوبرمان وهي الشغلات، كثير بحبها من هو صغير. فدائما بستعمل مثال كريستوفر ريف لانه كريستوفر ريف الممثل تبع سوبرمان صابه شلل على كبر. فبالنسبه لإله كيف انه الموضوع بيضحك فيه رفاهيه، كيف سوبرمان اللي هو اقوى واعظم كاركتر فجأة صار مشلول. ففيها شوية رفاهية إنه سوبرمان صار مشلول. يعني بقول لك ساني بونو سكيز هورسز إن هينسم تريز. ساني بونو هو واحد كان عم بتزلج بيعمل سكينج وعمل حادث كتير كبير وخبط بشجرة. فا أجين ما لهاش دخل كتير، بس هو بس عم بفرجيك كيف الكلام اللي بيحكيه بيقدر يأثر عليك وبيقدر يضايقك. فهو بيحط أي كلام بس المهم يضايقك، ما بتفرق معه. How many retards to listen to me? Run up in the school shooting when they pissed at the teacher. Her, him, is it you, is it them? Wasn't me, Slim Shady said to do it again. Damn, how much damn. بقول لك how many retards will listen to me? كم واحد مجنون رح يرد علي ويسمع كلامي ويروح على المدرسة ويطخ كل حدا بالمدرسة لما يكونوا معصب على الأستاذ؟ How many retards will listen to me and run up at the school shooting when they pissed at the teacher? بعدين بقول لك him. Is it you? Is it them? فلما يجوا يقولوا اوكي مين اللي خلاك تروح تعمل هيك؟ يقول لك wasn't me, Slim Shady said to do it again. هلا Slim Shady هو الالتر ايجو بسموه. يعني في عندك امينيم اللي هو امينيم،
لان في عندك سليم شيدي. سليم شيدي هو الكاركتر المريض تبع امينيم اللي بيطلع بالاغاني اللي هي الافكار المتخلفه اللي عنده اللي موجوده في راسه، هو بيطلعها بالاغاني كسليم شيدي. فلما يكون سليم شيدي اعرف انه هو مجنون. فعم بقول لك الاستاذ عم بيسال بالمدرسه، طب مين قال لك تيجي تطخ المدرسه؟ بقول لك مش انا، سليم شيدي حكى لي انا اسوي هيك. Damage can you do with a pen? بقول لك دام، how much damage can you do with a pen؟ قديش انا ممكن اسبب مشاكل بالقلم؟ انا بس عم بكتب، انا قاعد وعم بكتب ليركس. طب يعني مش معقول كل الكلام اللي عم بحكيه هذا هالقد عم بيأثر. How much damage can you do؟ قديش ممكن تسبب مشاكل من ورا شوية ليركس. Man I'm just fucked up as you would have been. You would have been my shoes. Who would have thought Slim Shady would be something that you would have bought. بقول لك حط حالك مكاني. If you would have been in my shoes. يعني لو انت كنت في مكاني، مين كان بيعرف انه Slim Shady would be something that you would have bought؟ يعني مين بيعرف انك رح تشتري الالبوم تبعي؟ يعني حط حالك في مكاني واعمل زيي. ما رح تتخيل انه الناس رح تشتري الالبوم وترد عليه وتسمع الكلام ورح يسبب كل هالمشاكل بالمجتمع. بقول لك الالبوم تبعي خلاك انت تروح تمسك فرد وتطخ على شرطي. انا I just said it. انا بس حكيت روح طخ شرطي. I know if you do it or not. انا شو بعرفني انك انت رح ترد علي وتروح تمسك فرد وتطخ شرطي؟ ما دخلني. How the fuck was I supposed to know? فاللي بدنا نعرفه ونفهمه من أغاني أمينيم إنه اكتشف إنه كلامه عم بيأثر على الناس، وهذا عم بيعمل ضجة بالمجتمع، وهاي الضجة عم بتسبب له عم بيصير من وراها مشهور، وعم ببيع سيديات وألبومات، وعم بيطلع كونسرتس، وصار يعمل مصاري كتير. فعم بفرجيك قديش حياته مفصومة، إنه هو بيطلع غنية بكتب شوية ليركس والناس انجنت من الموضوع. فلما اكتشف إنه هاي هي القوة تبعته، انطلق وصار يكتب كلام لسه أسوأ، وصارت عليه كثير مشاكل كبيرة. ويعني بشكل عام الزلمة ما في زيه، وطريقة تفكيره وكلامه بالأغاني تاعته ما في زيها لهلا، ما انشافت من أي حدا تاني. وفوق كل هذا هو أبيض. بقول لك لو أنا ما كنت أبيض، لو أنا كنت أسود زي باقي الرابرز، كان ما تبعته علي أصلا، كان ما حدا فرقت معاه. بس لأني أبيض صارت الأمهات البيض تاعون الميدل أمريكا بسموهم، اللي هم العيال الأمريكية البيضة، صحيوا على الموضوع بس لأنه أبيض. فهو عم بقول لك أوكي، يعني في كتير في سوء تفاهم هون عم بيصير. على كل حال إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. هذا كان أول فيديو لإلي، رح أنزل واحد تقريبا كل أسبوع. إن شاء الله يكون عجبكم، ونشوفكم الفيديو الجاي. Peace. Bitch. How the fuck was I supposed to know?